غادي نصيبو البيتزا. غتقولي جواد كيفاش غديروا البيتزا؟ حنا عمرنا ما صيبنا البيتزا في حياتنا الحقيقيه. ما عارف ماشي من الاول يعني من بعد كتشري لابار وكدير مطيشه وديك الشيء، ولكن باش تصيبها من الاول بدون مقادير، هذا هو بدون مقادير، يعني ما غاديش نتبعوا اون ريسيب. المهم حيت دابا معاه حنا عارفين الشيء وغادي نبقاو غير نخبقوا. شوفوا البيتزا كيفاش غتصدق، واش غتصدق ولا ما تصدقش. المهم انتوما معنا، المهم انا بيتزا الحاله صايبه وغتصدق. صافي خلاص دابا غادي نمشيو نجيبو الطربوش. هو الاول عاد ماشي شغل خصني الطربوش. دابا يلا هو الطربوش ولا بلا طربوش ما يمكنش. انا طلع شنو الطربوش نجيب؟ بغيت طربوش. شنو الطربوش؟ ما عندي طربوش. ما عرفتش جبتي لك طربوش؟ عندي طربوش. فين هو؟ وطاجين كنحتاجو الطحين، كنحتاجو الماء، كنحتاجو الزيت، كنحتاجو الملحة، شنو كنحتاجو آخر؟ حليب. لا ما تقولش الحليب، الحليب ما كاينش. فين عمرك سيتي البيتزا باش تقول الحليب ما كاينش؟ الحليب كيتعدى في لا كيتعدى. هاي الدار هيجي بنين، هاي بنو الزبدة. الزبدة معنا الزبدة، الزبدة غالية. غنديرو الحليب. لا ما كيتعدلش الحليب، أنا متأكدة كيتعدل فقط الحليب الماء. ريحة باش كتجي الحليب كتجي بنيها، الحليب كتجي ثقيلة. باش تتعدل بيتزا، لا بات بيتزا ما يمكنش. كيعجنوا الناس بالحليب. الحليب دافي. لا جواد، الناس باش كيعجنوا، باش كيعجنوا بالحليب. ولي ولي ولي. ما تدخل فيك براسي. دابا غادي نوريكم المقادير اللي جبنا. جبنا الطحين، جبنا الخل، جبنا الزيت البديه، جبنا شويه المليحه، جبنا خميره ديال الحلوه، جبنا السكر. هادشي انا وريحه ما متفاهمينش. انا حطيت الكاميرا. انا بس نبدا. لا والو جوج. والله تجي زوينه. شوف كيجينا بحال مرسومين. باش غادي نبداو؟ اش نتقبل الطراب باش؟ قرب. قرب. يلا. واو. ريحة بحال هكا. ريحة ما عندي. ريحة مخريش ولا مقلشين. يلا. ويلي 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 ويلي. ريحة ما عندي مقلشين. تما في قلب. النسبة ديال الشعر اللي متبقيش عليه هو السكر والحليب. اه ياك يس. انت غتعمل الحليب وانا نعمل الماء. رحاب حنا قبلنا الطرابش، دابا غادي نبداو مرحلة ديال التعجين. شنو غادي يعجن بعدا؟ غادي يعجن بجوج. لا 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 جواد، بيتزا ديالنا بجوج يعني غادي يعجنو بجوج. يا سير باش نبدا باش نبدا. ريحة جيب معايا القشرة. فا دابا غادي نبداو. علاش في جوج معاهم؟ وحده ليك وحده ليا. دابا غادي نبداو بالطحين. الطحين هو الاساسي. انا من الطحين واحد ماشي فكره. شوفوا يا حسين ها واحد الله جوج. حاكم كنصور. حاكم حاكم بسكوت. ما تدخلش ما تدخلش كنصور حاكم. المهم من هنا يجد معلق ديال الطحين. دابا ثلاثة أربعة نقدر نديرو كامل خمسة ستة. نزيدو سبعة. نزيدو سبعة. واش نديرو كامل صافي؟ شحال غير رجعوا بالمعلقه؟ كي شحال رجعوا؟ واش نقدر بالمعلقه؟ هادي جيب بحال هذاك اللي في غاطاطوي، هذاك الطباخ اللي كنشرح في كل منخر. نحب المنخر اللي كيطيب كاع شي طيب، اللي كيكون عنده الطروبه هنايا مخبيه. ناري ديك راس ما كتعرفش دير الرسوم. ايه غاطاطوي عرفتي الرسوم؟ غاطاطوي عرفتي غاطاطوي؟ لا بصح هذيك الطوبه اللي كتشم. طوبه 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 اللي كتشم. اللي كتطلع الاخر فوق شعرك. طوبه شنو؟ طوبة. طوبة طوبة طوبة. لا طوبة ماشي طوبة. طوبة ماشي طوبة اللي كطلعو فراسو كتبقى تلعبو فراسو هو كيطيب. معرفتوش. الفيديو اللي فات هو اللي كيجي فاش قلت انا كنشوف. عرفتهم ديك جوج طوبات. هادوك بالفعل. عملنا سبعة معالق وشي حاجة. قلنا 10 المعالق. لا جواد 7 المعالق وشي حاجة. 10 المعالق ولا أكثر. حيت 7 المعالق كنت قلتي باقي كتلو. وي هذيك 7 المعالق وشي حاجة. يلا دابا شنو موراها؟ دابا غادي نديرو الزيت. الزيت البلدية. ياك. نعملو شحال؟ كتفق. اه كتفق في هذه. أنا قلتها لك. ياك سير. يلا. معلقة. ياك. دابا شنو غادي نديرو؟ دابا الملحة. متأكدة؟ غنديرو قبس ديال الملح. الملح. جبت الماء باش نخلطو. غنديرو الحليب. الماء. غنديرو الحليب. الماء. غنديرو الحليب. غنديرو الملح. ما يمكنش الريحه تجي مية ريحه. لا جواد الناس كيعجنوا بالماء. كيعجنوا بالحليب. الناس راقيين كيعجنوا بالحليب. الماء الماء كيجي لك كمية. حنا خاص واحد لاخر تجي غنية. اه غتقولي سكر ما ديروش غتخرج فيك براسك.
شوف ما كتعدلش السكر. ودابا شوفي السكر كتعدل في لاصوص، ما كتعدلش في الفلفله هذه باش ما تجيش حامضه. حامضه ريحه كتجي حامضه، وهذا حتى هو جوج ما دمشي بزاف ديال السكر. لا عندي السكر وانا ندير الملح. ريحه درنا الملح. دابا شنو غادي نديرو؟ دابا الملحه متاكده. ريحه بركه الزبره حاجه الملحه تجي كتفرفر بالملوحه. صافي يلا سير صافي ورجي كتفرفر بالسكر عاود. صافي خصنا نعملو بيتزا هيلثي. علاش عملتي السكر؟ ندير هادي كامله ياك كامله ياك. لا شنو هادي بعدا؟ خميره هادي خميره ديال الحلوه. ودير اش بغات تكون؟ خصنا نعملو خميره ديال الخبز اجي عاود. خميره ديال الخبز حنا كنخدمو بالمستعدات اللي عندنا في الدار، ما عندناش خميره ديال الخبز. ما كاينش خميره ديال الخبز. وخويا ما كاينش خميره ديال الخبز. ندير وحده ولا جوج؟ دير جوج. لا ريحة بزاف وقيلة. خاصك تنفخ بزاف. هي خاصك تنفخ بزاف. خصنا ندير فعلا خاصك تنفخ باش تجي مفرفشة باش دير الريجيم. الخل مع الصودا كيفرفر كطلع بحال كتجي بحال الخميرة. ريحة غير شوية ريحة. شو 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 قلتها لك؟ واو واو يا رب. دابا نخلطوا الحليب. دابا نعملوا الماء. ريحة بالحليب ريحة. الماء شغال. ريحة غادي نبداو بالحليب بعدا نديروا الماء ريحة. يلا نبداو بالحليب. يلا نبداو بالحليب. يلا خلط. لا تخلط بيتك. لا جوا تدخل بيتك. لا جوا نخلطو بجوج. كان نديرو هادي صغيرة. ميمكنش بحالي عندنا انا يد واحد وانت يد واحد وانا كنعرف. راه غندير انا راسي وصافي. لا بجوج. ودابا ما ديرها بوحدك؟ لا بجوج. يلا سير. صافي جاوبت صافي جاوبت. لا كمل خلاص. لا 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 جوا تدخل. واش الخطا نديرو الماء؟ غادي نديرو الماء. يلا. لا صعيب هذيك الدخلة وديك الماء كتشوفو مية. يلا. واخشي. خلط تحت خليط عاد نخشي يدي. العجين. عفوا. كم العجين شنو هكذا ريحة؟ صافي كنمشي حدك. العجين ديك العجين ديال جوج يدين. عندك أنستي وسادتي كنزيدو شوية ديال الماء. ريحة. الماء. حيت الحليب خلط لك شي هاد الشيء. خير غتخلط مزيان. ما دافي بعدا هذا ياك؟ أه دافي. يلا سير. سخون. ما دافي بعدا هذا ياك؟ أه دافي. يلا ريحة بتعيش العجين هو هذاك. يا رب جوج بينا راح شي يدك. يلا سير. يلا. انا اللي في البيتزا وفي هاد العجينات كاملين هو هاد هو هاد الشيء. هاد الشيء ما كيبغيش يحيد من يدين ياك. جبت طحين. لا في الاخر. جبت طحين جبت طحين. لا 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 خصك تبقى تعجن تعجن. وشوف انا غادي نعجن تجيب طحين. انا غادي نعجن تجيب طحين. يدك باقي نقية سير جيب طحين. لا ريحة من يدي مسخرة. ايه. اوووو. لذيذ. لذيذ. ريحة دابا. العجينه تقدت. شوفوا 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 بلاتي غير بلاتي باش نشوفوا مزيان. واو بقيت ما تعركش شعرك ديال اشي ما عملنا ليه بزار لا ملاح. اه وصحتار. شوف فوق كيف جات غتخدم. لا غترجع قصحه ما يمكنش. ماشي حاب نقولك شويه ديال الشويه ما ديرش بزاف. زيد زيد وقز بزاف. انا حبيت هذا كيلو ديال الطحين. شوفوا معايا هذا الجمال. شوفوا هذا صيبنا لاباط. دابا لاباط غادي نحطوها. ما تحدير دابا لاباط. شنو غادي نديروا لها رحاب؟ غادي نعجنوها. لا الزمر لاباط غادي نخزنوها في هذه نديروا عليها بابي سولوفان وغادي نخطيوها صافي بلاتي. اه تتخمر. لا ولا عطيني انا هذه لاباط. شوف شوف هذه هذه. دابا غادي نمشيو نجيبو. نمشيو نجيبو. غادي نمشيو نجيبو الخضروات اللي غادي نديرو فوق البيتزا. اه صافي دخلنا في التقرا عليك خلينا في التقرا. صافي راح بركم تبعص فيها. دابا جبنا شويه ديال الخضيره اللي صدنا في الثلاجه في الكوزينه وين غادي نقطعوا. انا كتحمقني بيتزا فيجيتاريان. كتحمقني ريحه شنو كتعجبك؟ شنو البيتزا كتعجبك؟ كتعجبني ديال جونداش بصح لا ريحه طبيعيه زوينه. انا كتحمقني الخضره كيكون فيها هادي كيكون فيها هذا كيكون فيها هادي تاع هي فليفله خيز. صافي فليفله. صافي فليفله. ايوا فليفله كومون فاتو؟ كل خضره. كل خضره يا صحما. طرتي على الفخض. هادي ما نخرج فيديو. دير هكذا ياك؟ وريها فيديو. دير هكذا. ريح باش تشد. ها هو. دابا غادي نصيبو قريعه. دير ديك الشرقيق باش غيطها في الفران. كيخوض تقول من راسك شنو هاد الغلط؟ شنو هي اللي كتعيطوا لها نتوما؟ غنديرو عرفتي الدارجه الباطيه ما بين الدارجه تيطوني. شنو هادي؟ هادي قرعه. قرعه. شنو هي هادي؟ قرعه. هادي برنجال. برنجال حنا كاش كنقولو له؟ كنقولو بدنجان. بدنجان. شنو؟ بدنجان. 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 وانتم كتعقدوا الامور. انتم الامور مزيانه كتجي تعقدوا. شنو هي برنجال زعما؟ شنو هي برنجال؟ برنجال. بدنجان. جيت شي حاجة. بدنجان. بدنجان. كتسمع بدنجان. ما كتسمعش بدنجان. برنجال. شنو هي هذه؟
نهني الفقصة عشتي هاد البنت الفقصة داري لحب هادشي وقيلة كتير بزاف البيتزا هاديك صغيرة فين ماشي من هادشي قطعت بزاف ديك يمكن كتبرا شي خضر لا جاي غير زبل شحال الزبل دوق خصك دوق معايا دوق لا لا خصك دوق علاش غادي يكون مالي بكرة ريحاب شكون شدي يقول هاد الدوق لا جاي هاد الدوق هاد تحل فمك وهاد الدوق لا ديري لا لا دوكا عندنا زوينة ديك ولا وهادي كتبرت هي خضرا هادي كتكر خضرا ريحه ما تقوليش شواد كيفاش كتكر خضرا نتا عاود والله غير جديدة هو معزة وليت عندنا معزة كنربي ريحه بزاف بالعون يا ريحه هادي درتها بالعون يا ريحه كنقطعو خيزو هنايا كيفاش انت عارف واش غادي يقطعو هاد قطعة بيس صغارين وهاد فوق البيتزا ما غطيبش يا جاوي كطيب شو على خي الزويه مسكينه عرفتي مدوزه لا ندوش شنو كدايره كلاويه بلاتي انا ممكن نشوف برينجر بيتزا حنا تاكل بيتزا وي حد سمع بالك بلي شي بيتزا اصلا فيجيتاريان انت ما عندكش افهم ديال البيتزا فيجيتاريان اي انت ملفق ديال الكفته غاديك شي ديال الماكله بصح تحسبتيني دير بحالي دير دير دابا حنا قطعنا الخضره كاملين دابا كنا قطعنا الخضره هادي جاوت قطع القرعه قرعه ياك ودابا غادي نصيبوا لاصوص بما تشاء عائشه هذا اختراعات ديالي حيت شحتو و تجديد تجديد قطعتي الخضره كامله عاد قلتي لنا باش غنعملوا الصرصه الصرصه عاود نسمع الصرصه الصرصه شنو؟ ماشي الصرصة الصرصة بالصرصة حدا كنقولو لا الصرصة انتي كتقول لا الصرصة والله حتى كنقولو لا الصرصة كتقولو لا الصرصة سانتوما كنقولو لا الصرصة الصلصة الصلصة ثقيلة بالعربية الصلصة وعارفة بالعربية الصلصة يلا وليت نديرو الزيت يلا من الزيت يلا انا غنخلط زيت صافي بارك الله فيك والصحتر راح حاب تسير صحتر ما تحمسهاش ريحة خليتها كيشوف بعينو هاتو هاد باش نشوف هكذا غليظ زيد فيها عاد تحس شويه الماء دافي شويه الهاري حاب جات فيك شمشه جات مشي بلاش يا مزيانو كاملين يا خيبو كاملين بالزبق انا نزيدك شويه طحنو دير له هكذا ريحه بلا ماشي هكذا ريحه ريحه تمي هاد القضيه ريحه ريحه معايا حتى ريحه كنتي بزاف شفتي صافي بزاف واش انت صافي ولا صافي صافي شفتي عمرك سكتتي حيت شفتي القضيه ذكيه اجي من الحمد لله شمل حار حار شمل حار حمار جات رائعه اي واحد ما عندوش شي سوليس ولا هذيك يمشي على الطريق هذيك نصف بلاتي ندوق ندوق انا وياك انت كنت لحبس لا ريحه شنو ياك تخشي غتصبعك شي صبع اخر بيضاء ندوق السكر غنديرو شويه ديال السكر الابزار ضروري زيد شويه زيد شويه راه كثرت انا بزار ريحه تخويلي جود صبعك اجاوب دابا هكذا زوم زوم على الصبع زعما يلا دابا حنا كنهضر هكا دابا كدير بحال هكذا وكطور خصك توصلها للحدود خصك حيت ما كتعجبنيش البيتزا غليظه البيتزا غليظه كدير لي الحرقه ريحه اوريري اوريري وحتى لاباط زعما جات ماشي سهله الحليب اللي دار هادشي شي حليب اقسم بالله الحليب دار هادشي بها بحال قصحه وحتى لاباط زعما جات ماشي سهله بعيدة ها طمني طمني الفيديو اصلا لا ما خليني انت نعملت العجينه ويلا انا نعملها ريحه برك خصك تصبر صافي عيد دابا غادي نديرو لاصوص لا لاصوص انا حب حمر كاين خصكم تعلموا الواحد اللي كيفهم سمعتي يلا الدوره 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 شوفوا الدوره الحقيقيه كديرها بحال هكا شوف
جنت خاص تكون جنت وهنا بقينا لا ولا لا زيت الدوكا فدابا المرحلة الأخيرة غادي نذوق البيتزا اللي صيبنا في نيوتر فيه ها انتم شوف بلاتي وعيش نيري زعما تبارك الله علينا يلا واحد جوج ثلاثة جوج ثلاثة فيا فيا واحد البدا ماشي طبيعي شو شو تقطع شو تهريسة بصراحة كاينة من واعره جو شويه حلوه تكون حلوه لا جاوب لا باط البيتزا كتكون حلوه شوف شوف العطا كيفاش داير الشيء او جات حره حره مفرفره ريحه شحال تعطي هذه البيتزا لا باط شو لا باط كي داير شوفو هادشي بروفيسيونيل شحال حد عطيها 9 ونص انا 8 كيفاش زعما عيا الحليب اللي ما عنده سمع لا شتي الحليب هو اللي عطاها الفشفاشه ديال هكذا فمر ما ذوقنا البيتزا زدنا طرف اخر عاوتاني زدنا طرف اخر وعرفتي مزيونه بزاف عجبتني ما توقعتش غتكون مزيونه حتى هذه حيت اصلا الخضره ما عملنا لها القامه ما عملنا والو والو حر بزاف شكرا لك تفرجوا في الفيديو ثانك يو باي باي صافي انا المهم شنو هذا